أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل كل جنازة يصلى عليها لها أو فيها قيراط من الأجر، أم أن القيراط على الجنائز وإن كانت كثيرة؟ فضل الله واسع، إذا صلى على جنازة حصل القيراط، وإذا صلى على عدة جنائز حصل على عدة قراريط لكل جنازة، فضل الله واسع، سواء كانت الجنائز متفرقة أو مجتمعة. نعم.